صباح الخير مشاهدينا، اليوم الجمعة 15 شباط 2013، حلقة جديدة من برنامج الحدث، بطلع عليكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت. ضيفي اليوم في هذه الحلقة عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود. برحب فيك أستاذ زياد في هذه الحلقة. هناك الكثير من الملفات بحاجة للتوقف عندها والقراءة في مضمونة، بدءا من خطاب الرئيس سعد الحريري بالأمس. هناك الكثير من النقاط سنحاول الوقوف عند قراءتكم لهذا الخطاب. مضمون هذا الخطاب، ما الجديد في هذا الخطاب ورد على هذا الخطاب، خصوصا أنه لم يكن الوحيد بالأمس، كان قبله في مقابلة لدكتور سمير جعجع وكذلك كلمة للرئيس فؤاد السنيورة. الثلاثة كانت الكلمات الثلاث كانت تسبح في فلك واحد في ذكرى 14 شباط. أيضا وأيضا موضوع قانون الانتخاب وكلام العماد عون اليوم لصحيفة الأخبار حول القانون الأرثوذكسي والطعن الذي ينوي رئيس الجمهورية تقديمه. سنحاول أيضا الوقوف عند آخر التطورات في عرسال، كان على الصعيد الأمني أم على الصعيد السياسي، في الخطاب السياسي الذي رافق هذا الملف وزيارة البطريرك الراعي إلى سوريا. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي أستاذ زياد أسود. برحب فيك مجددا أستاذ زياد في هذه الحلقة. قبل ما نفوت بالتفاصيل السياسية بالمواقف بخطاب الرئيس سعد الحريري وما سبقه من خطابات، بدي بداية كلمة في 14 شباط. لك أنا ما كنت مؤمن بثورة الأرز، أنا كزياد أسود، وإذا بتراجع محاضر اجتماع التيار حول هاي الهجمة، ما بعرف إذا بعده موجود المحضر، بس بتذكر أنه أنا كان عندي تحفظ، لأنه أنا كنت أعتبر أنه هؤلاء منن يعني نيتهم منا صافية. بس أنتوا كنتوا تقولوا أنه أنتوا اللي عملتوا 14، خيبة، بس خليني أقول لك نيتهم صافية منا صافية، وهؤلاء ما بنمد الإيد لألون، مصالحهم مختلفة وارتباطاتهم مختلفة. نوايانا في 14 شباط كانت نوايا صافية، نوايا كتير وطنية، كتير اندفاعية، وأهدافنا كانت واضحة ومعلنة. إذا بدنا نفصل بس هيدي النقطة تحديدا، 14 شباط هو ذكرى توصل لك، هو بس لحظة، هو اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ما هي مش بس الاغتيال، شو كانت نواياكم هن مش صافية بهذا الاغتيال، وشو كانت نواياكم صافية بهذا؟ أنا عم بحكي عن ما بعد 14 شباط، أنا ما عم بوقف عند 14 عند التاريخ عند الحركة كجريمة وكحدث. أوكي. أنا عم بحكي عن سياق، عن تحرك ممارسة وعن سياق سياسي. أوكي. عن استغلال، عن اقتناص فرصة، لأنه أنا بقول لك ب 14 لو ما يقرر الجيش السوري ينسحب من لبنان ما كنا شفنا حدا بساحة 14 أدار، ولو ما يطلع السيد حسن نصر الله ويقول شكرا سوريا ما كنا أدار. ما كنا شفنا حدا ب 14 أدار، ما حدا بتنطلي عليه هذه الحيلة، وما حدا بتنطلي عليه. حلفتوا معهم من أدار من قبل، من شباط أول شيء لا حزيران، كان في 4-5 عوامل أساسية. أول شيء نحن كانت قضيتنا مختلفة تماما، كانت قضيتنا ترتبط بوجود السوري في لبنان وبشعارنا حرية وسيادة واستقلال، وهذه كانت مسلمة ثابتة ما تنزلنا عنها طوال 15 سنة ودفعنا أثمان غالية عليها. المسلمة الثانية أنه في جريمة حصلت في لبنان، جريمة كتير كبيرة أدت بحياة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وهذا أمر مستنكر، كانت تمسنا الجريمة مباشرة أو تمس أي مواطن لبناني آخر. لا، والكل يذكر ما كتبه الجنرال يوم ذهب وعز في منزل الرئيس الحريري. جيد. في باريس. شو كانت بالمقابل الردود؟ شو كتب يوم الجنرال؟ الحيال. شو كتب يوم الجنرال؟ ما بتذكر أنا شو كتب صراحة. كتب يومها الجنرال هذه الجريمة هزت وجدان كل اللبنانيين ولن نسكت قبل الوصول إلى الحقيقة. حقيقة. طلع الحقيقة مش حقيقة، منا نسبية. والحقيقة منا اعتباطية كمان، يعني أنت ما فيك تنبش على الحقيقة من زاويتك أنت، الحقيقة واقعة مجردة بتنبش عليها بوسائل مختلفة، ولكن ما بتستعملها وبتجزئها لمصلحتك. وصلتني لملف كتير كبير بدي أحكي عنه هلأ، ما كنت ناوي أحكي عنه، اللي هو الحقيقة. الحقيقة ما فيك تاخدها عقياسة. أنا بقول لك شغلة، مثلا احنا بجزين وقت اللي كنا نازلين ب 14 شباط و 14 أدار، وكانوا شبابنا ونسقينا وكل الحزبيين عم بيتلقوا كل الماتريال
للمظاهرات وغيره. نحن الوحيدين ما حطينا الحقيقة بمطرح، كانوا يوزعوا الحقيقة وما الحقيقة والعدالة وما بعرف شو. العدالة بتعرف تنبش عليها، بس الحقيقة تبين إنها نسبية ومادة تستعملها ساعة اللي رح أحكي عن هذا الموضوع، لأنه أيضا بيتهموكم أنتم بأنه تستعملوا مادة. خلينا نتفهم على ثلاث شغلات. 14 أشباط جريمة مستنكرة بصرف النظر مين عملها، لأنه لنعرف مين عملها في وسائل قانونية وإجراءات موضوعية يجب اتخاذها محكمة دولية. شو بدي بمحكمة دولية لغير حسابات هاي. أوكي. 14 أدار نحن عملناه ونحن أم الصبي كنا فيه وكانوا كلهم متفرجين، ولو لم يكن السوري قد أراد وقرر الخروج من لبنان ما كنت بتشوف حدا بسحت. كيف يعني أنتوا عملتوه بعد ما تركتوه؟ لأنه نحن وقت اللي نزلنا على الشارع وبلشنا وبال2008 نزل كمان 14 أدار بعدين إيه؟ كان السوري صار بسوريا بغض النظر، بس كيف أنا يعني أنا عم بحكي عن 14 أدار أساسي. كيف أنتوا لو لم يأتي التيار الوطني الحر وبينزل على الشارع وبيقرر خوض هذه المغامرة الكبيرة وكان بعده تيار المستقبل وغيره منهم أول شيء مجهزين وما عندهم خبرة بالموضوع وينتظرون ساعة الصفر، وقت اللي قرر الرئيس بشار الأسد. من مين ناطرين ساعة الصفر؟ رح بقول لك شوي، وقت اللي قرر الرئيس بشار الأسد يفل من لبنان اعتبر إنه صار فيهم ينزلوا هلا. كانت هيدي ساعة الصفر؟ نعم، نحن نزلنا قبلهم وحضرنا الأجواء قبلهم. معودين أنتم على التظاهرات. نحن معودين معودين نكون كبش حطب لثورات غيرنا. كبش محرقة؟ إذا بدك. لذلك هذا شعار مش هن اللي مش هن أصحابه، أنا بتأسف إنه بعض في ناس بيستعملوه باعتبار انه هن ابنائه، لا هن اجوا مؤخرين عليه وهذا مش لهم، هذا ملك الشعب اللبناني كله بما فيهم من كان من الاوائل في سحت الشعب. طيب هلا وان كان الموضوع لوصلك لقلك وان كان الموضوع كثير قديم لقلك، بس ليه اتفقتوا معهم اذا فعلا كنتوا شايفينهم غلط؟ ما اتفقنا معهم. كيف ما اتفقتوا؟ خليني اقول لك شغله، نزلتوا بحب ذكرك بشغله مش قبل 14 اذا بتراجع شغل. كل محطات 14 اذار واللقاءات والاعتصامات تحت كم مرة بمرة يقطعوا الاتصال مع العماد ميشيل عون من برا لحتى ما يقدر يتوجه للجمهور. بغض النظر شبابكم كانوا من ضمن الشباب جيد، بس نحن كان عندنا هدف واحد الأساس. كنتوا معهم يا الأساس نحن أو كانوا معكم بغض النظر نحن كنتوا سوا. مسحنا بجلدنا لأنه الأساس كان خروج جيش سوري من لبنان. أوكي. قبلنا كل شيء على حالنا فقط لتحقيق هذه النتيجة. خرج الجيش السوري ب28 أدار بعدين تغيرت الخروج تغيرت الامور، ضلوا معكم وبسبعة ايار لما رجع الجنرال عون ونزلوا معكم. لا مش صحيح. لا مش صحيح. مش صحيح؟ لا لو بدهم يكونوا معنا وضلوا معنا وكانوا استقبلوا للجنرال او استقبلوا مش بالسياسه عم بحكي شعبيه او اقله كانوا لقوه وقت الزار ضريح الرئيس رفيق الحريري. انتبه هو ايه مين اللي نزل ليومه؟ بس التيار الوطني الحر. وحدا نزل التيار الوطني الحر ومؤيدي ومحبيه بس الساحه كلها كانت التيار الوطني الحر. نعم بعتقد له ايه عليك هول وايه ما فيني العب فيهم. انا مش رح ارجع كتير بالتفاصيل. لا لازم لانه انا بترجع انا ذكرتي ذكرتي فيها مخزون كتير كبير. بس كنت عم بسال ذكرتي فيها مخزون كتير كبير لانه من اول نهار لما بوثق بهذا الفريق ومن اول نهار اعلنت باحد اجتماعات انه نحن بس كان القرار بالتواصل مع هذا الفريق لانه في الوجود السوري اذا اسود اذا كان في الوجود السوري كان يوما ضد التواصل مع هذا الفريق كلنا نذكر. لا مش ضد التواصل ضد الاتفاق مع هذا الفريق ضد اني انا يكون الرافعة تبعيته. طيب بس لأنه بس هذا الفريق ما قدم شيء بمحل من المحلات كنتوا أنتوا معه لا للقضية المركزية ولا لحمة الشعب اللبناني ولا لتحقيق أي نتيجة بما يسمى بهاي المظاهرات. يا زياد ما هذا الفريق انتظر الفرصة ليقتنص. وهيدي الفرصة اللي أنتوا عم تتهموه بأنه اقتنص أنتوا ساعدتوا فيها لأنه يوم ارتيال الرئيس الحريري قال الجنرال ميشيل عون سنكون يد بيد للوصول إلى الحقيقة. جيد. بأربعة التظاهرات اللي كانت كل أسبوع عم تنزل صح. وصولا إلى 14 أدار مزبوط. كان تيار الوطني الحر جزء من هذه التظاهرات ومنظم لها. المخيم اللي كان بوسط بيروت كان تيار الوطني الحر إلى جانب الشباب. وأنتوا كقيادات كنتوا وين اجوا ترجموها؟ ما هون اللي عم بسأل ليه اتفقتوا معهم إذا كانوا كذابين؟ لأنه نحن نوايانا طيبة، لأنه نحن عن جد عم نمد إيدنا، نحن عن جد فريق سياسي جاي من الخارج وما بده يلغي حدا، بده يتفاهم مع الكل، بينما النوايا من الفريق الآخر هو في الداخل وهو اللي لازم كان يروح يقعد بالبيت ليسلم الدفة للناس اللي ما ارتهنوا واللي ما حطوا توقيعهم على شغلات يعني تعرف أنت مصيرية. مثل شو؟
نحن مدينا ايدنا لهاو الجماعه، شو اجوا عملوا؟ طعنوا فينا بالاول ورجعوا انقلبوا علينا حلف الرباعي، الحلف الرباعي، ورجعوا انقلبوا على 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 الحلف الرباعي اللي امنوا الاكثريه انذاك، ورجعنا وصلنا لا انتوا سبقتوهم وعملتوا تحالف مع حزب الله وللمؤامره الكبيره بحرب تموز. طيب ما هذا سياق واحد قبل حرب تموز، لك الجريمه وحده سبقتوهم، لك الجريمه وحده. اه كله سوا، كله مع بعضه، رأ مربوط كله ببعضه، كله مع بعضه، من اغتيال رئيس الحريري لحرب كله مع بعضه سيء واحد. ايش وحياتك، جمعهم مع بعضه مثل ايون، هلا هلا عم تشوفهم كثار، بنجمعهم سوا باخر الحلقه، هذا الفريق، هذا الفريق لا يؤتمن، هذا الفريق لا يؤتمن، اهدافه وحده، السلطه والالغاء. يا استاذ زياد ما هيدا الفريق الذي لا يؤتمن، اللي تحالفتوا معه واكتشفتوا انه غلطان وطلعتوا منه ورجعتوا عارضتوا، رجعتوا بال 2008 بعد مؤتمر الدوحه، حطيتوا ايدكم بايده بقياده الرئيس فؤاد السنيوره بحكومه كان ابرز. لا ما كنا بالحكومه نحن، انتبه، بال 2010 ما كنا، كنا بحكومه الرئيس سعد الحريري. طيب جيد، طيب شو المطلوب؟ تلغيهم كبهم بالبحر؟ لا ما نحن اللي عم نقدم التضحيات، عم نقدم خطوة انه ما بيسووا، ايه ما بيسووا وحرامية ومتحالف معهم لانه ما فينا نكبهم بالبحر، ما بيسووا، ما فينا نلغيهم، ما بدنا نلغيهم وما فينا نلغيهم وما حدا بيلغي حدا بلبنان. بس شو عملوا؟ عملوا حلف رباعي، تحالفوا مع حزب الله والمقاومة ورجعوا غدروا فيهم، مش هيك؟ عملنا تفاهم غدروا فيه، ما قبلوا حتى يقروا، عملوا حرب تموز معك، عملوها هن لك، ايه ما غطوها وشجعوا عليها، وسمعنا ويكيليكس وشفنا شو عملوا بالسفارات، وخليكم وضربوا بعض ورح نقضي على حزب الله وروحوا لنا سيد حسن نصمة، سمعناهم وشفناهم ومدونين على بخط يد سفرة، اذا السفرة كذابين تعطوا نحكي. طيب بس ما في ناس كمان من عندكم كانوا عم بحكي عن حرب تموز وبويكيليكس، انا عم بحكي، انا اسمع اطلع في، مش عم بحكي عنك انت، اسمي زياد اسود، مش بس انت تمثل خط سياسي يا استاذ زياد، هذا الخط السياسي بيمثله العماد ميشيل عون، من هونيك ببلش، من هونيك، من فوق، من هونيك بتبلش وما حواليه، لا من هونيك العماد ميشيل عون ونقطة على السطر، ما في وما حواليه، بهول المواقف الأساسية الوطنية الكبرى ما في وما حواليه، صف واحد ما في مزح، من هونيك بتبلش التسرب اللي أطلع. من هونيك بتبلش من هونيك بلشت، رجعنا لسبع ايار، رجعنا ل 2008 والاعتصامات، رجعنا لمكون اساسي من الشعب اللبناني، بيظهر من نوقف عند كل محطه كمان سبع ايار. شو يعني شو سبع؟ ماشي سبع ايار، وقفت ناس عم بيلعبوا لعبة كبيرة على مستوى أمني مخابراتي طويل عريض بيشبه حرب تموز. كمان بقولوا لك أنت ما وقفت قيادة سياسية، أنت وقفت شعب، أنت لا في 70 صحيح، في 70 في 70 ضحية راحت بسبعة أيار في احتلال لبيروت بالسلاح، مش صحيح، مش شو هيدا يعني؟ في فريق سياسي كان عم بيلعب لعبة كبيرة وكان لابد من توقيفه، بس ما واجهته بالسياسة، واجهته على الأرض. مؤامرة شباق شو اسمه حرب تموز كانت احدى حلقاتها خمسة ايار، خمسة ايار وسبع ايار الاجتماع الشهري. عم لك انا ما كنت بدي ارجع كتير لورا، ليش؟ لانه انا استعد ارجع أنا معك للتسعين، انا اليوم بالسياسة، اليوم بالامس كان هناك خطاب للرئيس سعد الحريري في الذكرى الثامنة ل14 شباط، قبل كل شيء حسيت فيهم لثمان سنين ولا قطعوا بسرعة؟ لا والله قطعوا بسرعة، كان لازم يكون قد ايه تغيرت السياسة بهو ثمان سنين؟ كلها كذبة بكذب، ما بتغير شيء، هذا لبنان من وقت ما تأسس لليوم، كذب بكذب، فضصوا على الناس، بجلطوا على الناس، شو لا واحد منهم عم بيقدر عم بيقول الحقيقة مثل ما هي. انتوا عم تقولوا الحقيقة مثل ما هي؟ نحن لا أخي، عم بقولن أنا من تمي، في أوقح مني؟ ما في. في أوقح بعد؟ في حدا بيقولن؟ هلا بيطلعوا بيقولوا هذا فلتان على التلفزيون، ما فيك تشتغل السياسة بوجهين وبلسانين. اليوم سياسة هيك، اليوم سياسة هيك عم تشتغل، ايه وفي التزامات، منا التزامات وطنية صرفة. اليوم ما فيك تعمل سياسة وانت واقف تشوف غيرك شو بده منك. يا انت صاحب قرار وعندك رؤية واضحة بلبنان كيف بدك تدير شؤون وطنك وشعبك، يا اما منك سياسي صرت انت شيء تاني. ما بدي سميه لانه بقانون العقوبات عليه، ما فيك تعمل السياسي. انا عم بقول لك من وقت ما تاسس لبنان لليوم في ازدواجيه معايير في التعاطي بشؤون العامه، في التعاطي بالمال العام، في التعاطي
بالمسائل المصرية اللي لها علاقة بسيادة البلد وحريته واستقلاله وفوق كلهم بكرامة ناسه. هذا للأسف كنا متأملين نحن ب 2005 لأنه كانت الحجة كلها أنه السوري موجود ولبنان محتل مش هيك؟ طيب فل السوري من لبنان، شو اللي تغير؟ كانت المفصل فحص أكبر امتحان للبنانيين ولكل الطبقة السياسية اللبنانيين، وعند خروج الجيش السوري نتلقى لبناء دولة على أساس أنه نحن في يد مين اللي أقوى منا، مش عم تمنعنا نبني دولة. مين اللي رفض هذا؟ تبين لا خي مش رفض، تبين أنه ثقافة، وتبين أنه بلد عايش على الطوائف، وبلد عايش على فكر الميليشيا، وبلد عايش على النهب وعلى السرقة وعلى الارتباطات الخارجية. 2005 كان مفصل تاريخي للشعب اللبناني يضل واعي. تسمح لي أسألك سؤال بعيد عن جو هيدا الشيء هلأ، بعيد عن جو 14 شباط وهذه الذكرى. شو بلد عايش على الطوائف القانون الأرثوذكسي، شو فيك تفسر لي إيه؟ مجبور تعمله، رح بقول لك ليش. رح نحكي بس بعدين عن القانون الأرثوذكسي. مجبور إنك تعمله. بس منه طائفي. يا بتطبق يا بتعمل دولة وبتطبق دستور. منه مذهب هيدا القانون. خليني لك شغلة، الدستور منوش قانون السير. دستور يا بتطبق يا ما بتطبق، ما فيكش تلعب فيه. ومعروفة بكل قواعد العالم إنه لما بيكون في دستور مش ساعة اللي بدك بتخزق منه ورقة وبتركب له. صح. صح. اليوم عملنا بقانون بالدستور بقانون السير. منخزق محضر ومنطلع محضر. على هيدا القاعدة ما فيك تعمل دولة. يا بتطبق الدستور بحذافيره وبتخلق قانون وبتخلق قواعد عمل. فلنطبق الدستور. اسمع شوي. فلنطبق الدستور. اسمع شوي. يا بتعمل هيدا الدستور وبتطبقه، مش بتطبقه ساعة اللي بدك. وما بتطبق ساعة اللي بدك لأنه عندك مصلحة أنك ما تطبقه وتلغي غيره. بس كمان الدستور في له أسس معينة ما بنطبقه على ذوقنا وعياساتنا. جيد، تعمله بالمناصفة وبصحة التمثيل. أوكي. وتحكي معي. وشو كمان؟ مناصفة وصحة التمثيل وشو كمان؟ وخارج القائد الطائف. وخارج القائد الطائف. تعمله. وعلى أساس محافظات. جيد. إيه؟ من أمتى من عمل هذا القانون؟ من وقت ما بغض النظر اللي بده يقرر يطبق الدستور بيطبقه على اساسه. ما راح على كل حال رح نوصل لا. اسمع خطاب الرئيس سعد الحريري بالامس. شو بو تحدث بكثير من النقاط السياسيه. بدايه بدي قراءتك بشكل سريع لهذا الخطاب قبل ما فوت بالنقاط. وين النقاط؟ وين النقاط؟ نائض ومنقود، لانه عم يحكي عن شيء هو عمله. شو هو مثلا؟ يعني عم يحكي عن سلاح حزب الله وبيقول هذا سلاح غير شرعي مش هيك؟ بس وبذات الوقت بيقول لك سلم سلاح للجيش. هالقد فهمت منه انا. بس انت انا بدي انا لحظه قبل حصريه الدوله. ما حصريه الدوله بتبلش من نقطه صفر، من اول السلم، من سنه 92 لليوم. وين عملوا حصريه الدوله؟ وين قووا الجيش؟ وين دعموه؟ وين مولوه؟ وين قبلوا له هباته؟ بذكرك الهبه الروسيه اللي رفضوها. دائما كان ايام والده دائما الله كان دائما كان يقال ان السوري من كان يتحكم بمفاصل الدوله، وانتم اللي كنتوا عم تقولوا خلي السوري بال2005. ليش ما عملوا للجيش؟ ما انتم اللي كنتوا عم تقولوا انه ايام السوري كان احتلال. خي فل. اوكي، يعني لما بدك تحاسبك تحاسب من 2005 مش من قبل. فل السوري مع انه هن بيعتبرين انه عاملين بطولات على ايام السوري، وانه بيو كان عنده انجازات عظيمه وازدهار واستقرار امني واقتصادي، واللي انعمل بلبنان ما بينعمل. يعني انه عمل لؤلؤه الشرق مش هيك؟ يعني صرفوا 175 مليار دولار وفوقوا 60 مليار دولار دين. وفهمك كفايه بلؤلؤه الشرق يعني. بس مش هون السؤال. ليش ما ندعم الجيش اللبناني انا ذاك؟ ليش ما نحط للجيش اللبناني كل القدرات؟ من يمنع؟ ليش ما نقبل للجيش اللبناني كل الهبات؟ مين كان عم يمنع هذا الشيء؟ الحكومات. لماذا؟ بدك تشوف شو كانت نظرتهم للجيش اللبناني. ومنتذكر كيف كان الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري يتعاطى مع الجيش اللبناني وتحفيزات الجيش اللبناني وأجور الجيش اللبناني، ومنعرف قديش صار شد بس لحتى نزيد لهم أجور للعسكري لا يقدروا. بينه وبين الرئيس سمير لحود. جيد، راح السوري خيي، بلش لبنان بالألفين وخمسة. في حدا يقول لي شو الخطة اللي انوضعت للجيش اللبناني لحتى يصير في عنا جيش قوي وقادر على ضبط الأمن وعلى مقاتلة الأعداء إذا فيما لو حصل اعتداء على لبنان من أي جهة أتى؟ كان في حديث عن دعم روسي في عهد وزير الدفاع الياس المر، وفي حديث عن دعم رفض. إيراني ولماذا رفض؟ بس في حديث كتير عن دعم أمريكي ما إجا شيء منه إلا دوليب وقطع غيار. لا، إجا لقوى أمن الداخلي لأنه بيتجسسوا على العالم بفرع المعلومات، بس مش هناك إجا، بس غير هيك ما إجا شيء. فرع المعلومات بس ليتجسس. شو بيعمل لك؟ شو بيشتغله؟ لا
خطاب شو بيشتغل خطابه بالاخر؟ ليش عم تضحك؟ لانك لانه اللي انا عم بقول لك اياه عم تسمعه وين ما كان. بس الفرق بيني وبينهم انه هني ما عندهم جرأة يقولوا لك اياه، انا بقول لك اياه بوجهك على التلفزيون، خلي كل الناس تسمع. خطاب الرئيس سعد الحريري بالامس تحدث نائد ومنقود، تحدث عن موضوع السلاح. جيد، عم تقول حضرتك انه خليني وصل إيه؟ فاذا وقت نحكي عن سلاح غير شرعي، وقت نحكي انه يجب تسليم سلاح، مفترض انه كل هذا الشعب العايش من الاول الى النقورة انت مأمن له امنه وحافظ له حافظ له كرامته ومانع اي اعتداء عليه، مش هيك؟ نعم. فيك تقول لي شو قبل ما تيجي تطلب مني انا سلم سلاحي للجيش اللي بعده؟ عم نحكي عن وضعه. فيك تقول لي بالمقابل شو عم تحكي لحتى تحمي الجنوب من الاعتداء الاسرائيلي؟ اتفاق الهدنه، اتفاق الهدنه من المعمول من سنوات وسنوات وما احترمته اسرائيل ولا مره. بس انا هون في ولا القرار 425 بس انا هون في نقطه بدي اذكرك فيها، وهي لاول مره بيتحدث عنها بعدين بشكل كثير واضح احد اخطاب 14 اذار وتحديدا الرئيس سعد الحريري. بس نقطه اساسيه، تيكون سلاح شرعي او غير شرعي كمان بده يكون في له موضوع. ما فيك تقول عن سلاح موجه لاسرائيل وحارب اسرائيل على مدى سنوات غير شرعي لانه مشروعيته من وجود الاعتداء، بينما السلاح الغير شرعي هو السلاح اللي حضرته بس الرئيس اللي حضرته غطى تهريبه وتمريقه على البورات ومنع الاجهزه انها تضبطه وبواخر طرابلس واللي وزعه بشماله بعقار واللي حفز على استعماله. بس هو رفع ايده عنه، رفع ايده عنه امبارح بس مين على مدى سنوات وسنوات فيك تقول لي مين هي اليد الخفيه اللي سمحت بهذا السلاح كله يمرق؟ مين هي اليد الخفيه اللي منعت الاجهزه الامنيه تتحرك؟ مين هي اليد الخفيه اللي منعت مصادره كل المضبوطات من كونتينرات وغير كونتينرات؟ مين هي اليد الخفيه اللي منعت القضاء انه يتحرك ويضبط؟ لا رح ساعدك بالموضوع. كان لافت امبارح، انه لما يعني يبدو انه حتى قبل لما كان عم بيقول رئيس سعد الحريري عن السلاح بكل المناطق اللبنانيه، يبدو كان في إعاز معين، لانه ولا ضربه رصاص صار بطرابلس امبارح قبل الخطاب. ايه بس بعد الخطاب صار شويه رصاص رجعوا وقفوا. يبدو انه كان في إعاز حتى مش باطلاق النار. بس انا قبل بدي بالتوصيف بالامس في يقول عنه غير شرعي، تحدث عن سرايا المقاومه. مشروعيته أخذها من حكومات بيو، ومشروعيته أخذها من وجود إسرائيل واعتدائها على جيش وشعب مقاول من رئيس فؤاد السنيورة ورئيس عبد الحريري. أنا معك، حكومته وحكومات السنيورة. أنا معك، ومشروعيته من حكومة الرئيس مئاتي، ومشروعيته أنه بعد ما في حدا قدر خلق حل لوقف إسرائيل عند حدا عن اعتداءاته. أنا معك بهيدي النقطة، لأنه هم من شرعوا هذا السلاح. بس مش هون القصة، القصة أنه بالأمس تحدث عن موضوع أبعد من موضوع سلاح المقاومة أو الترسانة الصاروخية أو الترسانة العسكرية الموجهة لإسرائيل. تحدث عن سرايا المقاومة يلي موجودة بحسب ما يقول الرئيس سعد الحريري في أزقة طرابلس وعكار وبيروت وصيدا والبقاع والجنوب، بمقابل السلاح الذي قال إنه سلاح تكفيري. خي جيد لك، هذا بيستدعي إنك تعمل كل تحفز وتجيب سلاح وتوزع وتمول، تعمل توازن ما بين سلاح وغير سلاح. عم بيقول لحماية النفس، عم بيقول بيظل هذا السلاح بالشوارع صار في ظاهرة السلاح الآخر. لا مش صحيح، الظاهرة ما خلقت لحالها، في حدا دفع لها، في حدا مولها، في حدا جابها. هو مسؤول عنها. هلأ صارت أكبر منه وصار بده يبين حضاري ومدني، صار يحكي عن حقوق المرأة، صرنا نحكي عن زواج المدني، وبعد شوي منشرع بعد شوي رح يشرع الكحول، يعني لحتى يقول انه ليكو انا شو مديري يشرع الكحول. لك ايه، ليش هو ممنوعة؟ لك لا، هو بالنسبة لهم انه ممنوعة، بس بالنسبة لغيرهم بتصير تخلف. بعد شوي رح يوصل لهون لحتى يقول لهم ليكو انا شو مديري وفرقوني عن هدول اللي انا جبتهم. هو مع الزواج المدني الاختياري حتى بالامس، بس ما بيقبلوا على عائلته. حتى بالامس قال مشروع الرئيس الشهيد الله يرحمه الدولة المدنية. ايه مش هيك، حط المشروع الزواج المدني بالجرور وما قبل يمضيه الرئيس الشهيد. لحاج نكذب على الناس بقى، لك عيب والله عيب. فاكرين انا دايما بحكي عن الذاكره، على اللبنانيين انه يحفظوا ذاكرتهم، لانه ذاكرتهم هي الوحيده اللي بتنقذهم من كل هيدي الاكاذيب ومن كل هالالتواءات اللي عم تنكب على الشعب اللبناني. بكبوا لك كميه هائله من الاخبار ومن الاكاذيب بتضيع، ما بتعود يطلع على بالك تشغل راسك لتفرزها عن بعضها. لك هني ذاتهم هاو ما تغيروا،
طيب بس بموضوع السلاح، سلاح ما يقول الرئيس سعد الحريري انه سرايا المقاومه في ازقه المناطق الذي ولد سلاح في المقاومه، شو بتغير؟ اليوم كل شيء عم بيقولوا انه بدنا نسحب هذا السلاح كله. ايه جيد، هيدا اللي قاله امبارح. منبلش من عرسان وبعدين بننتقل على الشمال. ما هن بيقولوا منبلش وبعدين بنشوف هن بيقولوا منبلش من ضاحي ومن بيروت كمان. ايه. شو يعني؟ ما لا رح وصلك، اذا كل واحد بده يشد الحبل رح وصلك يعني. رح وصلك للنتيجه. وين واصلين؟ بحكومه السنيوره. ايه وقت ال ثاني طلعت حكيت انا في عندي كلمه بالمجلس، ما بعرف اذا بحكومه السنيوره او بحكومه سعد الحريري، مش عارف، ما بتذكر، حكيت عن السلاح الشرعي والسلاح الذي يوزع حديثا للمواءمه، يعني لخلق توازن ما بين الشرعي وغير الشرعي، تنقول انه هذا سلاح وهذا سلاح تعو تنشيله لضرب شو فكره مقاومه اسرائيل. هيدي كلام مكتوب انا كاتبه. هيدا امتى كاتبه؟ من 4-5 سنين لورا. وصلنا له هلا. الهدف الاساسي كان من هيدي السلاح تنوصل لهيدا المنطق انه سحب السلاح، سحب كل السلاح، ونضرب منطق انه مقاومه اسرائيل وبنخدم اسرائيل وبنريح امريكا وبنلعب مثل ما بدنا بالداخل اللبناني، بقانون انتخاب بيزيد الاستئثار والسيطره، بالمال اللي بيزيد الاستئثار والسيطره، بالبعبع اللي اسمه اسرائيل ما بعود فينا نتحرك ولا نعمل شيء، وبجيش ضعيف وبنخليه ضعيف وبنترك لبنان قوي بضعفه. انا راجع كون حد كون بالانتخابات ان شاء الله خير. هكذا قال الرئيس سعد الحريري. الله يجيبه بالسلامة. انتو ما رجعتوا؟ نرجع ولا ما رجع؟ مين حس فيه بلغي بسنتين؟ يعني لو ما طلع على التلفزيون امبارح ما حسينا انه موجود. ولو؟ كل هذا الفريق السياسي اللي عم بيتحرك. والله انا هذا رأيي عم بقول لك، انا ما حسيت فيه ولا ناسي انه موجود صراحة. بس كمان عم بيقول، عم بيقول الله يعينكم بس يرجع. هيدا الفكر، الفكر الالغائي الاستئثاري، الله يعينكم، بده يدبحنا، بده يقتلنا، بده الزلمه ما قال هيك، الزلمه ما قال هيك، بس ما قال هيك، هو ما قال هيك، عم بيقول الله يعينكم بس يرجع. ما قال بس قصد هيك. مترجمها بقانون انتخاب انه عنده 20 نائب ما بيسلمهم لحدا، هو له 20 نائب مسيحي وبقرر فيهم. هذا هو اتفاق الطائف اللي عم بيحكوا عنه واللي شجعوا عليه واللي بنوا عليه دوله مهريه. بس كمان يقول، يعني انتم عم تتهموه بانه راجع بحرب الغى عليكم، يقول نحن تيار معتدل لن يجرنا احد الى التطرف. مش مزبوط انه تيار معتدل. اول واحد حكى عن الدم وعن عن التفرقه، واول واحد شجع على التفرقه بعكار وبغير عكار ودم الشهيد وقوعه وبتنتخبوا ضد ما بعرف مين. نسيناه هنا. اول واحد استعمل دخلك. طيب اذا هو عم يحكي عن تيار الاعتدال، شو بده يعمل بالنواب المتفلتين من فكره الاعتدال؟ مين في عنده نواب بشمال عم بيحكوا عن اهل السنه وضد السنه؟ لا، ما كانوا قاعدين امبارح بالمهرجان خالد ظاهر ومحمد كبار. شو بفسر لي هذا التناقض؟ هات لشوف. ايه بس انه هل يفسد في الاعتدال قضيه وجودهم؟ لا، كيف بده يعمل وجودهم بالمهرجان امبارح يفسد، ما بيفسد في الاعتدال بس قضيه؟ هاو هن ذاتهم بتيار المستقبل اللي كانوا عم بيحكوا شيء اللي عم بيناقضوا حضرته وبيحكي عن الاعتدال بس على الارض وبالزوايا وبالخفايا بيمارس شيء ثاني تماما. ناقض ومنقوض، منو عارف حاله. أنا بدك رأيي؟ منو عارف حاله شو بده؟ هلا هيدي الخطاب، هيدا اللي فهمتوه من خطابه، منو عارف حاله شو بده، بيحكي عن سلاح وما عنده حل لإسرائيل، بيحكي عن الجيش وأكتر أكتر ناس ضربوا الجيش وضربوا هيبته، بنتذكر وقت دعوا إلى قسمة الجيش بعكار، وبنتذكر وقت قالوا نعمل جيش لبناني حر، وبنتذكر إنه اعتدوا على العسكريين وغير العسكريين وآخرها استشهاد الضابط والعسكري، مش هيك؟ هيدا شو اسمه؟ اسمه بناء دولة؟ اسمه اعتدال ولا شو اسمه؟ بس كمان يعني هناك من يقول انه عندهم مخاوفهم، ما كمان في هواجس بمحل معين. السلطة معهم كانت، هو اي مخاوف؟ المخاوف لا عم بحكي من الله يساعد من الناس يعني. اللي بيعلقوا بين ايديهم. هن عندهم مخاوف، الشعب اللبناني خايف منهم صار. انتوا علقتوا بفترة بين ايديهم. ايه شو كانوا مكرميننا؟ شو عملوا فيكم؟ الله يساعدكم؟ الله يساعد الناس اللي بتعلق بين ايديهم. يعني فعلا الله يعينكم وعلى راسهم، على راسهم هول رايحين على العمياني ب 14 اذار. يعني فعلا الله يعينكم بس يرجع. خايفين كثير والله، مش رح ننام بالليل. وحياتك رح نعمل رجيم من وراه. عم نتحضر. غيره في هذا الخطاب غيره.
غير موضوع السلاح، تحدث عن الدولة، عن بناء الدولة، عن 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 مجتمع مدني، عن توافق بين اللبنانيين، تحدث عن طائفة شيعية ما لازم تكون بعيدة عن باقي الطوائف، لازم تكون ضمن. شو اللي بيعطي النصائح للطائفة الشيعية؟ أول شيء أنا مش مكلف إني دافع عنه. هو عم بيعتبر عم بحط الشيعة كأنه هن العدائيين، وأنه هو مسلك معهم بكل اللي بدهم إياه، وما زرعوا فتنة طائفية، وما تآمروا على حدا، وما قتلوا الناس بالضاحية وهبطوا العالم، هبطوا بيوت على العالم، وأنه السنيورة كان منزه بحر تموز عن كل عن كل الزواريب الضيقة مع الأمريكان وغير الأمريكان، مش هيك؟ مش صحيح هذا الكلام. عم بيحط الشيعة بموقف هو حط هو فيه مش إني فيه، لأنه الشيعة إن الأقرب بالتعاطي مع كل الناس. الشيعة لحد اليوم هن اللي حافظوا أقله على وحدة الشعب اللبناني وعلى على سيادة الشعب اللبناني. وين؟ وين؟ بحرب تموز لحالها بتكفي. دفعوا عن لبنان. اثنين، إجا الشيعة قال لك يا حبيبي يا مسيحي، أنت اللي إجا اتفاق الطائف وأكل لك حقوقك، تفضل أنا بدي أرفع الاعتداء عنك، شو بتقرر أنا ماشي معك؟ واقف معك بلا. حكي عن هالموضوع، قال إنه إنه حزب شو؟ الله كرامة عين الجنرال ميشيل عون ماشي بالموضوع. كرامة عين ميشيل عون، هو كرامة حلفائه شو عمل؟ قال لهم بدي 20 نايب لمسيحي يحطهم جايبتي وممنوع يتنفسوا مثل ما أنا بدي، لأنه بدي الأكترية وبدي السلطة. نعم. هيك إجا عمل. بيكون مين بيكون منعزل الشيعي عن بقية الطوائف ومكونات الشعب اللبناني؟ والله حضرته مش معترف بوجود حدا إلا ضمن السل اللي هو بده إياها. بس كمان بس كمان بهيدا الإطار، بإطار إنه ما تقول حضرتك عنه انفتاح شيعي على الفريق الآخر، هذا الموضوع رآه دكتور سمير جعجع بالعكس حينما سئل عن عن أو بالأحرى على سبيل النكتة والمزاح المزاح بمقابلته التلفزيونية، لما قيل له إنه ما حدا بيقدر بدنا ننتقل بدنا ننتقل إلى وزارة الطاقة، حيث وزير الطاقة جبران باسيل يتحدث عن إعلان بتخيل موضوع متعلق بالنفط، سننتقل إلى وزارة الطاقة على أن نعود بعد ذلك لمتابعة الحوار. إنها اللحظة التي لطالما انتظرناها، إنها الفرصة التي لطالما أضعناها، إنه الحلم الذي ما اعتقدنا يوما أنه سيصبح حقيقة، إنه الأمل للبنان منبعث من تحت الرماد. يشرفني أن أرحب بكم في وزارة الطاقة والمياه بحضور هيئة إدارة قطاع النفط لنتشارك معا في حاضر ما خلناه سيشهد هذا الإعلان، ونراجع معا ماض ما اعتقدنا أنه سيكون حافلا بهذا القدر من العمل والإنجاز، ونتطلع معا إلى مستقبل نقلل الآن تقدير ما سيحمله لنا من نجاحات. لقد أنجز لبنان في وقت قياسي وبموارد معدومة ما لم تستطع أكثر الدول تطورا تحقيقه في سنوات، فقد تمكنا في أقل من 3 سنوات من وضع قانون عصري للموارد البترولية، وحضرنا الندوات والطاولات المستديرة تحضيرا للمراسيم التطبيقية، حيث أصدرنا العديد منها، وأعددنا الأنظمة والقواعد البترولية، وأنشأنا غرفة للمعلومات، ومسحنا كل مياهنا البحرية وحللنا قسما منها، ولازلنا نعمل وصولا إلى مسحها بالكامل وتحليلها كلها بأكثر الوسائل تطورا، وأمننا للخزينة الموارد المالية العالية من دون أي كلفة عليها، كما ألفنا هيئة إدارة قطاع النفط بعد إنهاء مراسيمها، وأعلننا عن دورة التراخيص الأولى، وأصدرنا مؤخرا مرسوم التأهيل المسبق للشركات لنصل إلى هذه اللحظة، وهذا الجمع من الدول والشركات وأصحاب الخبرة والاختصاص والأصدقاء المعنيين الذين نشكرهم جميعا أكانوا دولا وخاصة النرويج لدعمها المجاني، أو شبابا عملوا معنا مجانا دخلوا الهيئة أو بقوا خارجها، فإننا اليوم هنا بفضلهم
ونقول عنهم ما يلي: نعلن باسم الدولة اللبنانية وباسم وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع النفط اليوم 15 شباط 2013 يوم افتتاح دورة التأهيل المسبق للشركات الراغبة بالمشاركة في دورة التراخيص للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، على أن تنتهي مهلة تقديم الطلبات في 28 أدار 2013. تأخذ بعدها الهيئة والوزارة مهلة أقصاها 3 أسابيع لتعلن قبل 18 نيسان 2013 لائحة الشركات المؤهلة، وبالتالي فإننا نعلن انطلاق دورة التراخيص الأولى التي تفتح فيها مرحلة استلام دفاتر الشروط في 2 أيار 2013 ونعطي الشركات مهلة 6 أشهر بحسب القانون لكي تتقدم بملفاتها وعروضها في بداية تشرين الثاني 2013. إن فترة تقييم العروض يفترض أن تنتهي في نهاية كانون الثاني 2013 لتبدأ فترة التفاوض وتتوج بتوقيع العقود في شهر شباط 2014. إن التوقعات لمرحلة الاستكشاف بحسب تقديرات الشركات الاستشارية المتخصصة ونتيجة المسوحات والنتائج الواعدة التي تظهر تباعا هي أن تستغرق هذه المرحلة 18 شهرا فقط بفضل ما أنجزنا حتى الآن، وعليه فإن لبنان يكون على موعد لأول عملية تنقيب في نهاية عام 2015 وتطوير في عام 2016 لتبدأ من بعدها مرحلة الإنتاج. سوف يشكك كثيرون في هذه المهل، وقد يعتبرنا آخرون بأننا مفرطون في التفاؤل، ونحن نسألهم من كان منهم يصدق بأننا سنصل إلى هذه اللحظة التي نحن فيها اليوم في بداية عام 2013. ألم يفوت لبنان على نفسه عشرات السنين دون الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية البحرية والبرية؟ لقد انتهى الزمن الذي يعرف فيه لبنان أولاً بتفويت الفرص وهدر الثروات وإضاعة الطاقات. إنه لبنان بدولته وحكومته وهيئة نفطه ووزارة الطاقة فيه وبكل طاقاته يعلن اليوم أنه أصبح بلداً يسير على طريق النفط والغاز، طريق لا إمكانية للعودة فيها إلى الوراء أو حتى للتوقف. فالحلم أصبح حقيقة، والحقيقة ستكون واقعا، والواقع غدا سيتحول ازدهارا. نعلم تماما أن التحديات أمامنا كثيرة وكبيرة، ولكننا سنتخطاها مثل ما فعلنا في السابق. فطالما فينا نبض حياة وطالما نحن على كرسي هذه الوزارة فإن الحلم سيبقى واقعا معاشا ولن يعود ليكون سرابا. نعلم أنه يبقى علينا إصدار مرسوم البلوكات البحرية ومرسوم عقد الاستكشاف والإنتاج بأسرع وقت قبل موعد 2 أيار 2013، ويتوجب علينا من بعده استكمال ما يتبقى من إصدار لمراسيم ولتشريعات وصولا إلى إقرار قانون الصندوق السيادي الذي أقر مبدأه في القانون الأم والذي هو شرط من شروط الحفاظ على ثروتنا، ليس لنا بل لأجيالنا ولأولادنا وأولاد أولادنا. فتتحول هذه الثروة من نفط أسود تحت الأرض إلى نفط مذهب فوقها. ونعلم أيضا
أنه علينا احترام كافة المعايير والأصول الدولية، وعلى الحكومة اللبنانية احترام كافة المواقيت والالتزام بالبرامج والمهل لكي لا يصيب هذا القطاع ما يصيب غيره من بطء واهتراب. ونعلم أيضا وأيضا أنه على المجلس النيابي والمجتمع السياسي والمدني العام والخاص، الأكاديمي والتعليمي، الفني والتقني، الاقتصادي والمالي، مواكبتنا لا بل مؤازرتنا ليتسنى للشركات اللبنانية والطاقات اللبنانية أن تكون شريكة كاملة في القطاع حسب الوصول وتطويره وصولا إلى إنشاء شركة النفط اللبنانية LOC. ونعلم أيضا وأيضا أنه علينا أن نعطي الثقة للعالم الخارجي وللشركات المستثمرة بأننا خلعنا ثوب الفساد ولو استثنائيا في هذا القطاع كمرحلة أولى. نأمل من بعدها أن ينسحب الأمر على كل القطاعات. إن هذا ما أثبتناه حتى الآن بكل ما أنجزنا، وهذا ما نتعهد به أمام السفراء الأجانب والعرب وأمام الشركات وكل الرأي العام، وأننا مستمرون به تأمينا لمصلحة لبنان أولا وحماية لمصالح المستثمرين ثانيا من كل مظاهر الفساد والرشوة، وتأكيدا على اعتماد أعلى درجات الشفافية ومعايير الحكم الصالح ثالثا. إنما يؤكد نجاحنا في تحقيق هذا الأمر في المياه اللبنانية هو انتقالنا سريعا وبمواكبة وحماس من الشركات المعنية بالبدء في أعمال المسح في البر اللبناني وصولا إلى التنقيب، وهذا ما سوف نحمله من أخبار سارة إلى اللبنانيين من خلال خطوات عملية ستظهر قريبا وتباعا. إلا أن أكثر ما نعلمه هو أن اللبنانيين بحاجة إلى الأمل وليس إلى الوهم. الأمل بدولة وببلد مستقر ومزدهر، وليس التوهم من حالة الوهن التي أصابت البلد فأصبح مضطربا ومتآكلا ومسروقا حتى الإفلاس. إنه الأمل نعطيه للبنانيين جميعا بأنهم سيتمكنون من التفكير مجددا بالتغطية الصحية الشاملة وبالتعليم المجاني وبنظام تقاعدي مطمئن ونظام شيخوخة مريح، ومن الحصول على شبكة طرقات ونقل متطورة، ومن وجود شبكة قطارات وإنشاء للمترو، ومن الحصول على الكهرباء 24/24 من دون عناء المولدات الخاصة، ومن الحصول على المياه 24/24 مع بناء للسدود. نعم، سيتمكن المغتربين اللبنانيين من التفكير مجددا بالعودة إلى وطنهم، وسيتمكن الشباب اللبناني من الابتعاد عن فكرة الهجرة عن وطنهم. نعم، سيتمكن لبنان من التفكير مجددا بسداد دينه العام كاملا ودون الحاجة للارتهان الخارجي ولدفع البدل السياسي الباهظ الثمن. إنه الاستقرار الفعلي الذي سيفرضه نفط لبنان وغازه على الدول المجاورة والمنطقة. إنها معادلة توازن الاستقرار بدل توازن الرعب الذي سوف يتأتى منه التطور والازدهار، التبادل والاعتراف بالآخر والقبول به وصولا إلى السلام المنشود. إنه الأمل نعيد بثه في جسم الوطن من شماله إلى جنوبه، من جباله إلى مياهه.
إنه الأمل نعيد بثه في جسم المواطن من خمس أقدامه إلى أعلى رأسه، فنسحب النفط من القعر ونضع الوطن في القمة. إنه الأمل الذي سيرفعنا من القعر إلى القمة. وإلى أصحاب الشك واليأس والتيئيس نقول: من منكم كان يصدق أننا سنكون اليوم هنا؟ إن 5 شباط، إن 15 شباط هو يوم تاريخي للبنان، نعلن فيه بدء دورة التراخيص عن النفط. إنه الأمل، إنه الرجاء، إنها القيامة للبنان. وشكرا. Your Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Energy. إذن مشاهدينا، كان هذا المؤتمر الصحفي لوزير الطاقة جبران باسيل للإعلان عن مناقصات النفط في لبنان، والتي بحسب الوزير باسيل ستستغرق وقتا حتى 2015 يمكن لنبلش نفكر نطلع بنفط، يعني عرزة من لحق بعد شوية نفط إسرائيلية بيكونوا صحبوا. لك يعني بعتقد يمكن هيدي من 50 سنة يمكن هاي المحاولة الجدية الأولى لحتى واحد يعمل شيء بهذا القطاع. طبعا يعني نحن مش محضرين، كنا هلأ كله عم بيندرس وبينشغل، غيرنا كان محضر حاله وعامل كل هيئاته وإدارته وهيكليته واستراتيجيته، ونحن ملتهيين بقانون الانتخاب. صلى خير. إذا قانون انتخاب ما قدرنا نعمل نوقف كل البلد؟ لا، بس إذا قانون انتخاب ما قدرنا عملناه معناتها في فريق بده يضل مسيطر على فريق آخر ومعتدي عليه. شفنا هيئة الإشراف على قطاع النفط، أو الهيئة الناظمة لقطاع النفط قد تأخرت لتعين، يعني هلا الحمد لله بالأخير تعينت الهيئة. هلا ليك، أنا اللي لفتني بكلمة مع الوزير جملة واحدة عم بيحكي عن الفساد، انه اذا فينا ندير هذا القطاع قد تكون للمرة الاولى انه ان لا يدخل الفساد الى هذا القطاع، لانه قطاع واعد وفي طاقات كبيرة ممكن وفي استثمارات كتير كبيرة. بعتقد عندنا يعني فرصة ذهبية لحتى نترقى نتفي ونصير دولة محترمة يعني، بس نفتح مجالات استثمار، دورة للشركات ودورة بالهيئة وتراخيص تقنيا إداريا، دفتر شروط 6 شهور وتقييم العروض 6 شهور أخرى، يعني بدأ وقت يبدو بكل أسف. على كل حال نحن بدنا نتوقف مع فاصل إعلاني، بعد الفاصل بدي كمل بكلام دكتور سمير جعجع. بدي كمل بكلام دكتور سمير جعجع فيما بعد موضوع قانون الانتخاب. رد الجنرال على رئيس الجمهورية اليوم بصحيفة الأخبار موضوع الجيش وعرسال وزيارة المطرك الراعي إلى سوريا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي النائب زياد أسود. استاذ زياد، قبل الفصل الإعلاني كنا نتحدث عن 14 شباط ما لهذه الذكرى من قراءة في السياسة في خطاب الرئيس سعد الحريري. قبله بأقل من 10 ساعات كان دكتور سمير جعجع يتحدث في مقابلة مع الزميلة الإعلامية بوليا أوبيان على قناة المستقبل، حينما يعني سئل عن حزب الله و نوعا ما بطريق النكتة أنه عن المزاح، كيف يمكن لأي شخص خارج أو بالأحرى ليس شيعيا أن يكون في حزب الله؟ قال لهم لا، موجودة جنرال عون معه بطاقة بحزب الله. هو بيحب يلعب هيك دور المهضوم، يعني عنده عقدة نفسية اسمها ميشيل عون مش عم بيعرف يطلع منها، ويمكن لو بيطلع منها بيطلع منه شيء غير أحسن. يعني مشكلة أنه بتتعاطى مع واحد ما بفكر إلا بحاله وبمشاكله وبدي ترجمها على مجتمع اللي هو بيعيش فيه، بتكون عم بتورط عقد نفسي للي حواليه كمان. انه ما بعده انه يعني وقت اللي بيقول فليحكم الاخوان وما عندوش بطاقه، يعني ما بعرف وين، وقت بيحمل حاله بنط على السفارات شمال ويمين وبنط على الدول العربيه ليجيب مصاري. حينما يقول فليحكم الاخوان لازم يكون عنده بطاقه، يعني لانه وقت بيحفز على هذا المحور اكيد ملتزم فيه. شو شايف فيه دخلك؟ بيحمي قضيته وجوده ومواقفه السياسية، شو شايف بهذا المحور بيحمي؟
ولا ما شايف، ما انتبه للعراق شو صار فيه المسيحية، ومش منتبه شو عم بيصير للمسيحية بمصر، وما انتبه شو عم بيصير بسوريا، فضلا عن يعني عن القتل والدمار اللي ماشي بين المتقاتلين. شو بدي بس بالطوائف، ما هيدي اللي عم بصير فيهم حرب خرافية، ام حرب شو؟ هذا النموذج اللي عم نشوفه هون شمال ويمين وبالبقاع، وهيدا يعني اليوم اللي صار بالعراق لم يحصل فقط على المسيحيين، اللي صار بسوريا اليوم مش بس على المسيحيين، بس تحديدا على الاقليات، اللي صار بمصر معارضة وموالات مش بس على المسيحيين، بس تحديدا على الاقليات، على الاقليات، الاقليات عم تدفع الثمن. بعدين ما فهمت انا شو الرابط، يعني انه شو هضامة الموقف، يعني عم بقول لهم للمسيحيه ليكو جنرال فايت بتركيبه حزب الله، وانه هو بالمقابل حر ومستقل ووطني وما حدا بيغبر عليه، انه هالقد سخيفه فكرته السياسيه. وين شفتوا له ارتباط للدكتور سمير جعجع؟ من اول محمل باروده بعد الحرب اللبنانيه، بالحرب كل الناس حملت باروده، هذا ما يقوله على الاقل من اول محمل باروده بال 85، ومن اول ما حمل باروده بحرب الجبل، ومن اول ما حمل باروده ب 27 ايلول، ومن اول ما حمل باروده دائما القوات 89، ومن اول ما حمل دائما، من اول ما سلم الباروده، من بعد دائما تقول انه الكل حمل سلاح، بس بعض الطائف نحن سلمنا سلاحنا ونحن انحبسنا. يا حبيبي مش قصة حبس، يعني بغض النظر يعني هيدي الحرب اللبنانية بدي اقول لك شغله، دايما عم بيقولوا لازم نتخطاها، خيي الكل حمل سلاح والكل قتل ونحن دفعنا ثمن. يا مالك بتتخطاها، بس اذا تخطيتها مش معناتها انك اللي عم تتعاطى معه رجع منزه وبس همه واهدافه واستراتيجيته اللبنانية صرفة. بسنة التسعين فات باتفاق الطائف، وكان حصان طروادة لداخل المجتمعات اللي كانت مش خاضعة على السيطرة السورية، مش هيك؟ رجعنا بالآخر فتنا باتفاق الطائف، صرنا نشكي منه، منفوت بالطائف ومنقلبه، نتذكر جورج سعادة، كله محور سياسي، مش عم بحكي عن الفعل اللي هو عمله، عم بحكي عن المحور اللي قال له فوت من هون. طلع السوري من المحور، باقي الأمريكي والسعودي بعده بذات المحور، وقت اللي بيسوق لمحور بيقول لك ايه فليحكم الاخوان بكسروان، وشو المشكله يعني؟ هو ما قال بكسروان، ما هي بكسروان قصده فيها، فليحكم كسروان قلب العالم يعني، فليحكم الاخوان يعني بكسروان وبالمتن وين ما كان، يعني بكل لبنان مش هيك؟ طيب لاهداف شو؟ كان حديثه عن مصر. لك خيي لا، ما هو ليك انه فليحكم الاخوان بمصر مقبوله، بس بلبنان مش مقبوله. دخلك اللي صار بخمس شباط، خمس تصاريح اعلاميه طلع ورا بعضهم، انا بتذكرها. ايه بس هيدا محور بحد ذاته هلا فوتني عليه. إيه خمس شباط اي متى صارت؟ اي سنه؟ خي شو بدي باي سنه؟ اي متى اي سنه صارت خمس شباط؟ لا 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 ما بدي انسى. ما بدي. اي سنه صارت خمس شباط؟ يعني؟ بعد ما فلوا السوري من لبنان. اي سنه؟ مش 2006؟ ايه شو يعني؟ 2006، ليه تذكرتوها بال 2013؟ رح بقول لك ليش تذكرناها. إيه؟ لانه السياق ذاته ما تغير. ايه بس انتم 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 ناسيين. لك يا خيي الخطه انتم تذكرتوا هلا خمس شباط، هلا عم تفزعوا من البعبع اللي هو عم بخفف منه. بكل سنه بنذكر وبنحط مقارنه معه اتفاق ست شباط بمر مخيل، وبنقول في هذا النموذج وفي حد نموذج ثاني، هذا انتم رافضينه وما بدكم تفوتوا فيه، بس هذا محفزينه وبتبرروا له. خمس شباط برروا له خمس مرات، طلع على التلفزيون مرة قال بسيطة، قال هاو منني، بعدين قال هاو بخصونا حلفائنا، ضاع أول خمس أول خمس محطات إعلامية بظرف ساعة. تقلك شو؟ مش لأنه عمل خمس محطات، لأنه هذا المحور بيطلب منه هيك، لأنه هو فايد ضمن هيدي التركيبة بهاي الاستراتيجية. هيدي استراتيجية سؤال بتحمل مسيحية، بدي أحكي بأنانية، تحمل مسيحية بلبنان؟ مش انتو حزب مش طائفي؟ يا خيي انا بدي احكي عن انا طائف ومتعصب وبدي ضل دق اجراس وجاوبني على سؤالي. هذا المحور بيحمل مسيحية؟ بدي اسأل سؤال تاني، اذا هذا المحور بيحمل مسيحية، ليش تحت هول المسيحية اللي نازلين على الانتخابات مضطرين يكونوا بضمن بوطأة تانية ومضطرين يخضع قرارهم لبوطأة تانية؟ عم بسأل سؤال. وإذا نحن عن جد شركة بالوطن، ليش تماما ليش بدنا نلغي حزب الله لأنه فقط شيعي، وبدنا نحفز ضد إيران لأنه إيران ضد المشروع الأمريكي بلبنان، وبدنا نقبل السعودية وقطر يتدخلوا بشؤوننا وبالانتخابات
ويبعثوا لنا مهبة ودبة من سلاح ومن عسكر ومن مقاتلين ما بنعرف هويتهم وجنسيتهم. ليش أنا هيدا بدي أقبله وأقبل السطوة السعودية على لبنان بالسياسة وبالمال، وبدي أرفض التدخل الإيراني بشؤون اللبنانية؟ يا بدي أرفض اثنين. أرفض اثنين؟ طيب أنت ليش مش عم تخليني أرفض اثنين؟ مين عم يمنعك ترفض؟ تمسكهم بخط واحد. ليش أنا بدي اسمع؟ ما هن كمان أنا عم بيشوفوكم متمسكين بخط واحد. أنا كنت بقبل سعد الحريري يا أستاذ زياد، ما هن عم يشوفوكم متمسكين بخط واحد. مش متمسكين بخط واحد، بس أنا رح أقول لك أنتوا عم ترفضوا ما تعتبروه تدخل سعودي وأنتوا عم ترحبوا بالتدخل مش الإيراني. مش مزبوط، نحن عم نتعاطى مع اثنين بالمساواة وبالتوازن. هلا بعد عندي ملفات أخرى بشكل سريع. أنا كنت بقبل سعد الحريري يطلع يقول يا خيي أنا لبناني وأنا نقطة على السطر، هون بتوقف القصة. ولا بدي كل ما بدق الكوز بجرة بيركبوا بالطيارة وساعة بيروح على السعودية وساعة بيروحوا على قطر وبيجتمعوا لي ما بعرف مع مين وما بعرف شو بزقوا وبيجوا بزقوا أفكار عوجة وبزقوا مصاري. بفهم أنا يجي يقول خيي لا بدنا إيران ولا بدنا السعودية، تعالوا تنشوف كلبنانيين شو بدنا نعمل. بس لا، مقبول انه السعودية تتدخل بتركيب اللبنانية، ومقبول انه السعودية يكون لها السطوة على لبنان بالسياسة، ومقبول انه السعودية عم يعتبروا انه ايران نفس الشيء لها السطوة ولها الكلمة وعم تتحرك بشو على سبيل المثال انتخاب يا استاذ زياد، على سبيل بتمويل المثال يا استاذ زياد طب خليني كمل بانتخابات على سبيل المثال على سبيل المثال بيقولوا لك ايران حطوا 3 مليار دولار بالانتخابات بلبنان تيربح سعد الحريري يا استاذ زياد. وهن كمان بيقولوا انه اندفعت اموال ايران بشو؟ اندفعت اموال ايرانيه وبيقولوا انه وصلتكم عبر حزب الله لانكم تقودوا انتم المعركه. ما انتم معركتكم بمصاري بمصريات مين انقادت؟ مش على اساس انتم جماعه ما معكم مصاري؟ شو بتحكيني بمصاري؟ طلعوا تفرجوا معاركنا كيف انعملت بالمناطق، ايش تخبرونا اخبار؟ شو نحن جايين من الصين؟ نحن عايشين وبنعرف كيف انصرف المصاري. ما في ناس بيقولوا مثل ما هن جابوا طيارات انتم جبتوا طيارات. اي طياره؟ هاو جون حتى في طياره كانت مشتركه من استراليا بين طيار الوطني الحر والمستقبل. هاو جون اللي ركبوا علينا نحن ثلاث ارباعنا نحن وتحديدا هول شباب الطيار اللي ترشحوا، هاو هيك بالصدفه اجوا عم نشتري بيوت ونحط ديون علينا؟ هاش تخبرني اخبار يا زلمه؟ في 3 مليار دولار انصرفوا. يمكن مش انت يا سيدي. ليك تعطي لك رح اعطيك مثل، رح اعطيك مثل. يمكن مش انت. خذ مثل بسيط وسخيف وتافي وما له طعمه. امبارح من يومين كنا بعيد مرمرون بكنيسه بالمنطقه. نحن معروفين بندعم وبنتبرع على الكنائس والانديه، وقت الواحد مثلي انا بحط 500 دولار وبيجي غيري حزبه ومنه نايب ومسؤول حزبه لاحد الاحزاب المسيحيه بحط 3000 دولار، ومحل ثاني بحط 6000 دولار، وانت انجا انت نايب بتشتغل شغلتين. ايه وما بتقدر تحط الا 500 دولار وغيرك عم بيحط 7 و8 و10. بس انت مش نموذج يا استاذ، عم بيعلم بالسوربون بشو يا استاذ زياد؟ ما انت كمان مش صوره كامله عن تيار الوطن الحر. في ناس عم تدفع كمان بالتيار. عم بقول لك انه في مصاري عم مش كل الناس زياد اسود، مش كل الناس زياد اسود. في مصاري كمان بالتيار مش بالك عم بيصير وبالمتل. في مصاري كمان بالتيار عم تنكب يا استاذ زياد. في مصاري كمان وقت اللي بتلاقي واحد عم بيحط 10000 دولار مقابلك، شو كان يوقف يلبس روب بالمحاكم ويدافع عن المعترين؟ منين بيجيبوا المصاري؟ منين يا استاذ زياد؟ ما في مصاري كمان عندكم عم تندفع. ما عم بحكيك عربي يا خي. انت اللي دفعت 500 دولار، غيرك دفع لفات على الحكمه. شو نسينا بعد قصه الحكمه وبدنا نبعدها عن التسييس؟ بس فريق قريب من هيدا وحبيبي المصريات الحكمه معروفين منين جايين. مزبوط معروفين، مشروع معروفين من وين ومن اي سياق ومن اي حساب. طيب يعني في ناس بتدفع بعدوه عن السياسة. أنا مع 100% بعدوه عن السياسة 100%. عن رجل أعمال بيجي بيقول لك هاي نص مليون روح اشتغل فيها. أنا معك بس إنه مش إنه ما في أموال عم تندفع. عمال ما عم بيمرق بالقنوات المضبوطة. بعد في عندي كتير ملفات، بعد في عندي كتير ملفات بدي أفتح. أنا بفهم قبل ما تحكي عن الملفات. لا بدي أنتقل للسرايا. في اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين والرئيس نجيب ميقاتي لا ما بعرف إذا صارت جاهزة نوال بري بالسرايا الحكومية. في اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين مع رئيس نجيب ميقاتي لبحث ملف دار الفتوى. بدي منها رسالة سريعة بما يحصل هناك، لأنه في موقف للرئيس ميقاتي من قصة الداتا، في موقف للجنرال عون من كلام رئيس الجمهورية، وبدي أحكي عن الجيش وعرسال وزيارة البطريرك الراعي. نوال كلهم عشدة ماذا الاتفاق بين الرؤساء وزارة الحكومة
نعم صباح الخير مالك. إذن عقد اجتماع منذ بعض الوقت لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رؤساء الحكومة السابقين الذي ضم الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سليم الحص، ولكن تعذر على الرئيس عمر كرامي المشاركة في الاجتماع لأسباب خاصة، ولكن بحسب المشاركين فإنه كان قد تم التواصل معه خلال الاجتماع. الاجتماع فور انتهائه رفض الجميع التصريح، ولكن وفي حوار للصحفيين مع رئيس نجيب ميقاتي أكد بأن الأجواء إيجابية وأنه هناك مخرج أو هناك مخرج لحل أزمة المجلس الشرعي الأعلى، وقال بأن الجميع منفتح على حلول إيجابية. كنا قد سألناه عما إذا كان هناك حديث عن إقالة المفتي، قال بأنه لا حديث الآن أو في هذه المرحلة. إذا ما قبل المفتي بالحل الجديد فإنه لا داعي للإقالة، وقال أنه سوف يكون هناك تباحث جدي ومساع جدية لمعرفة ماذا ستنبثق عنه هذا، ماذا سيأتي أو ماذا سيكون من هذا الحوار. كنا أيضا قد تحدثنا معه عن مواقف عدة، أكد بأنه الاثنين المقبل سوف يكون هناك اجتماع أو جلسة لمجلس الوزراء بعد أن كانت الثلاثاء، إلا أنها سوف تكون الاثنين وسوف تعقد فقط للبحث في مسألة سلسلة الرتب والرواتب، وكان لديه ثقة كبيرة بأنه ستحال أو ستحال هذا الموضوع، سيحال هذا القانون إلى مجلس النواب، وأكد بأن الإضراب من الممكن أن يلغى الثلاثاء لأنها ستحال، يعني المشكلة ستحال نهار الاثنين المقبل في جلسة مجلس الوزراء. تحدث عن داتا الاتصالات وأكد أنه على وزير الاتصالات أن يوقع هذه الداتا أو أن يسلمها. أيضا تحدث عن صهاريج المازوت وأكد أن الحكومة لا علاقة لها بهذا الموضوع، وأن الجميع بيّن وكأن الحكومة هي التي ترسل صهاريج المازوت إلى الحكومة السورية، وهذا أمر غير صحيح لأنها شركات خاصة هي التي تقوم بتسليمها. تحدث أيضا عن الانتخابات النيابية وقال بأن الحكومة إذا ما اضطرت سوف تلتزم بقانون 60، إذا لم يكن هناك قانون، إذا ما كان هناك اقتراح قانوني يصل إليها قريبا. إذن كان هناك عدة مواقف تحدث عنها رئيس الحكومة، ولكن جميع المواقف كانت يمكن القول بأنها إيجابية في هذا الإطار. مالك نوال بري مباشرة من السرايا الحكومية، شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة وهذه المعلومات. بموضوع بخصكم تحديدا بموضوع الداتا، يقول رئيس الحكومة لا عراقيل بالنسبة للداتا، داتا الاتصالات، وعلى وزير الاتصالات تسليم هذه الداتا. ما فيش يقول وعلى، ليه؟ لأنه مش صلاحيته هذه. قانون 140 وزعه الرئيس المئاتي ببيانه الأخير ينص على أن هذه الصلاحيات منوطة حصرا بيد رئيس الحكومة. لا مش مزبوط. أول شيء خليني أقول لك شو منوط حصرا، لأنه بده يرجع هو يبدي رأيه وبيحاول على الوزير المختص، لأنه في كمالة للمادة مش ذكر الرئيس المئاتي. اثنين، هذا القانون معمول وموزع الصلاحيات على عدة أطراف لأنه ما حدا كان واثق بالتاني لحتى ما يكون في هو فوق. فعليا قالها بالأمس اللواء جميل السيد. عال عظيم. اثنين، وقت بتقول هذا القانون محصور بالاعتراض، اعتراض المخابرات، مش محصور بتسليم الداتا. الداتا هيدي ثغرة قانونية مش موجودة بالقانون. مش عاجبه الرئيس مئاتي يتفضل يروح يعدل القانون وعلى ضوءه بيتقرر، بس مش هو اللي بيقرر. طيب هيدي واحد. ثلاثة، واهم من هاو كله، رح يسلم الداتا الوزير، اهم من هاو كله، قبل ما يروح يلهي الناس الرئيس مئاتي بالداتا يروح يشوف شو بده يعمل بعرسال. رح احكي عن عرسال بشكل سريع. عندي ملف لانه قبل. مش مسموح لقرار اعتباطي من هالنوع يتعرض لخصوصية 4 مليون نسمة. هاي واحدة. رح يسلم الداتا الوزير. بعد في شغلة، إذا كانوا عم يطلبوا هاي الداتا ليلاقوا المجرمين بعرسال، بعتقد مجرمين معروفين وشافوهم بالفيديو. مش بس عرسال، هيدي لا ترتبط بهيدي. مش بس عرسال. هاي لا ترتبط. الداتا مش مرتبطة بس هيدي. ليك قبل الانتخابات من سنة قلتها، هاو الناس ناطرين الانتخابات وناطرين الداتا ليبتزوا رجال الأعمال ولا يبتزوا المرشحين ولا يبتزوا الشعب اللبناني بأمواله وخصوصياته كلها. عن الرئيس مئاتي أول واحد عم يعمل هذا الابتزاز. بمجرد ما يعمل هذا القانون عم بيسمح لابتزاز 4 مليون نسمة لبنانية بشغلة منا مرتبطة بالجريمة. رئيس حكومتكم الرئيس مئاتي. خي أنا خد شو بدي بحكي. كمان ضد هذا التحالف؟ أنا عم بعطيك رأيي فيه. كمان ضد هذا التحالف؟ أنا مستحيت أساساً، أنا سنتين بحكي. ما تردني، حكيني إلي. القانون انا عم بحكيك شو عم يعمل. هو مع كشف اللبنانيين، هو مع كشف اللبنانيين، يقول انه مع وقف الاغتيالات. بدك تنبش على جريمه، بتنبش على جريمه بوقائعها، ما بتنبش على جريمه بمكان وزمان محدد بوقائع محدده وبتروح
بتاخذ كل المعلومات عن كل الشعب اللبناني. هيدي سخيفه ومش منطقيه. جريمه اغتيال اللواء وسام الحسن ما بدها معلومات، ما بدها دعم عن 4 مليون نسمه، عني وعنك وعنه، شو إلنا علاقه؟ شو ارتباطنا بالجريمه؟ مين كيف بدهم يعرفوا المجرم اذا ما اخذوا الداتا كلها؟ لك يا خيي حبيبي، اول شيء انه لازم ياخذوا الداتا ل 2000 شخص بس. اول شيء اذا متكلين بس على الداتا ليكشفوا الجريمه إيه؟ دون انه ينظروا لكل العناصر الاخرى اللي بتبين الجرائم من ادله وقرائن وقائع اخرى، إيه؟ بيكونوا عم بنبشوا غلط وبيكونوا عم يشتغلوا بالمقلوب. هيش بقى يقنعوا الناس انه هي الداتا اللي بتكشف الجريمه، واذا ما في داتا لا تكشف الجريمه، لا تكشف الجريمه لانه ما عم بيعملوا شغلهم، طيب. ولا تكشف الجريمه لانه مؤيدين، ولا تكشف الجريمه لانه مطلوب منهم ما يكشفوا الجريمه، ولا تكشف الجريمه لانه بيخفوا ادله. بدك اكثر من هيك؟ لا بكفيني هلا. مش الداتا اللي بتكشف الجريمه، بكفيني. الاراده والقرار اللي بيكشف الجريمه والشغل التقني المزبوط. حول المشروع الأرثوذكسي يقول رئيس تكتل التغيير والإصلاح اليوم في صحيفة الأخبار: نحن سنطعن في أي قانون آخر وطعنه سيخسر. أقول لرئيس الجمهورية: ما تعذب حالك بالطعن. وأنا بقول له هيك. ليش هالهجوم على رئيس الجمهورية؟ مش عم نهجم عليه، لا بده يفهموا كل المسيحيين اللي ب14 أدار واللي بفريقنا السياسي واللي ب8 أدار أنه هاليوم لن يكون هناك حصان طروادة للتفريط بحقوق المسيحيين كما حصل أثناء إقرار اتفاق. رجعنا على نفس النقطة، اليوم عم بتطالبوا بحقوق مسيحيين وأنتوا كنتوا تقولوا أنتوا نحن نطالب بعيد عن الطائفية، عن المسيحيين، مش عم نطالب بمني من أحد. هناك رفع اعتداء، في اعتداء عم نطالب برفع اليد عنه، والاعتداء بإقرار كل المجتمعات وكل الأحزاب وكل الطوائف المجتمعين على دراسة قانون انتخاب بيقولوا ايه في خلل بالمناصفة وفي ناس اخده ما لازم تاخد، بس تعوا تنشوف اي قانون بردهم. كل واحد عم يعمل قانون مجتزأ أحسابه تيضل فيه عنده حصة بالجيبة. الإقرار بالاعتداء على المسيحيين وحقوقهم حصل من كل الطوائف، ولكن الإرادة برفع الاعتداء منا صادرة عن كل الطوائف وعن كل الأحزاب والمرجعيات السياسية، وعلى رأسهم تيار المستقبل، وعلى رأسهم كل مسيحي بهذا الخط وبهذا المحور بيرجع بيكرر تجربة اتفاق الطائف وقت اللي قاله ما بدنا فاصلة، وهيدي الفاصلة مستحيلة، منفوت ومنقلب من جوا، فاتوا قلبة الطاولة بخلقتهم وفاتوا بالحيط هني وكل مجتمعاتهم المسيحية. اليوم هاي الفرصة بإقرار كل المرجعيات الدينية والسياسية من الشيعة للسنة لغيره انه في خلل، تعالوا نصلحه. ولكن في فريق سياسي عم بيرفض نصلحه بالارثوذكسي ولا بالمناصفة والابتعاد؟ كيف تعملها؟ مناصفة كيف تعملها؟ اعطونا آلية بتعطي 64 نايم تعطى نمشي فيها، بس ما يجمعوا لنا قوانين ضروري 64 على الأقل. ضروري 64 هذا حقنا الطبيعي. الا عباس هاشم ما بيمثل المسيحيه. لحظه 64 لحظه، عباس هاشم ما بيمثل مسيحيه. انا بدي عم بحكيك عن المسيحيه، شو بدي انا بالشيعة وبالسنه؟ زياد اسود لا يمثل شيعة جزين. مبلا ما هيك؟ بس انا هلا بدك تمثل موارنة صغارتك انت بس. لا مش ضروري لك. بس انا هلا بهذا القانون طالما في مسيحيين اخرين، لكن انتبه نحن عملنا معركه بجزين. ايه ما هون سؤالي. بس بعكار 72% مسيحيه ما بيقدروا يعملوا معركه، شفت؟ النسبة بعيدا عن اي محاصصة طائفية ما بيوصل؟ لا ما بيوصل، مش بالكامل، حتى بيضل في بارت صغيرة. مش خليني اقول لك شغلة، مش احسن ما نفوت بمذهبية وطائفية؟ يا مالك مفارقة، في 450 الف ناخب مسيحي موزعين على اقضية ومحافظات صوتهم ما بيوصل لمطرح، بالضنية وبصور وبنت جبال وبالنبطية وما بدك بسمي لك بالبقاع بشمال بعكار، في 450 ألف مسيحي على الأرض اللبنانية بلوايح شطب منهم موجودين على الخريطة. طيب ما بيتأمنوا إلا بالقانون الأرثوذكسي؟ لقيلي قانون تاني بيعطيني هاو. قلت لك قانون النسبية ما بيعطي هاو. ما بيعطي أدي بيعطي؟ مش بالمية مية بيعطي. القانون اللي بيعطيك 100% مناصفة حقيقية هو الأرثوذكسي فقط أو لا. وأي فريق مسيحي هلأ عم بقوله علناً بوجه كل الناس ببلش يطلع قوانين على الطالع وعلى النازل تيهرب من التزامه بالقانون الأرثوذكسي،
هو متواطئ على المسيحيين، متواطئ على حقوق المسيحيين، متواطئ على إلغاء المسيحيين ودورهم وشاركتهم بلبنان. عندي سؤالين بتمنى عليك جوابين من كبيرهم لصغيرهم. سؤالين بتمنى عليك جوابين سريعين. عرسال والجيش مكتوب بنقرا من عنوانه. لوين واصلين؟ في عجز، في عدم، في فقدان قرار، في ضعف، في ضعف اداري كبير. لوين رح يوصل له؟ ما بعرف، ان شاء الله ما يروحوا دم الشهداء دعم. في تجربه قبل؟ اكيد نهر البير. وين ان الموقوفين؟ شي هربناه من تونيل، شي نزلناه بالحبله، شي جبنا له سلولار، شي حطيناه بأوضة اي سي، ممنوع تحاكمه، ممنوع تقرب عليه. سجن رومي، منطقة مسكرة، اليوم بين أربع حيطان، دولة عاجزة. اليوم في اعتراض، مين ماسك قرار سجن رومي؟ اليوم في اعتراض بالمبنى، مبنى المحكومين، مبنى بي، بس الموقوفين الإسلاميين معترضين. ايه. اليوم مين ماسك القرار بسجن رومي؟ بين أربع حيطان مش قادرين يفوتوا ويضبطوا الأمن ويركبوا بواب ويحفظوا كرامة الناس ويحفظوا هيبة الدولة. بتقلي القرار وين؟ طبقة سياسية مرهون قرارها للخارج. الله يرحم الشهداء يعني؟ ضعاف. الله يرحم الشهداء يعني؟ الله يرحم الشهداء. ايه الله يرحم كل اللي ماتوا بلبنان. ضعاف. زيارة الراعي إلى سوريا. خي في مسيحية بسوريا وفي موارني وفي أرثوذكس وفي مين مكان، حقهم يزورون، حقهم يزورون وحقهم يطمنون، لانه اللي عم بيشوفوه. بس كمان عم بيقولوا انه بهاي المرحله تحديدا ما بتغير شيء، وكل عارفين انه حتى لو ما كان جدول سياسي، يقول دكتور سمير جعجع، حتى لو ما كان جدول سياسي عارفين انه الامن اللي رح يواكبه هو امن الرئيس الاسد، ورح يكون في تواجد سياسي على الاقل بتنصيب البطريرك اليازجي، وبالتالي على الاقل الظروف السياسيه قد تكون لا تسمح بهذه الزياره. بخص الظروف السياسيه حتى وإن لم تكن سياسية هذه الزيارة. وإذا كان ليك طيب ظروفه سياسية وقت الراحة الإرداحة يعذب الله يرحمه خيو للرئيس بشار الأسد باسل، كانت ظروف سياسية. كانت مقبول الزيارة، كانت تعزية لأنه كان بمحور اتفاق الطائف، كانت تعزية بس وكان ماشي حاله، كانت تعزية كان ماشي حاله، كان عم بيعمل وزير بأول حكومات رئيس الهراوي. هلأ صارت لأنه مسيحية عم بيتدبحوا وهربانين وبيوتهم تخربت بحلب وبغير حلب وكنايسهم تهدمت وانحترقت، اذا طلع البطريرك الراعي ليقول لهم انا حدكم وانا هون وتعوا تنصلي من اجل السلام، صار زياره مش بمحله. شكرا. عقد ومنقود، مرهونين للخارج. شكرا لك عضو تكتل للتغيير والاصلاح النائب زياد اسود على هذه الحلقه. و يا هلا، عذرا اذا طلعنا لك ضغط. لا بطلعت يعني. اللي خلق انا بطلع خلق كل العالم. شكرا لك والى اللقاء. مشاهدينا نوعد بيتجدد غدا 10:30 صباحا بتوقيت العاصمه بيروت. حتى ذلك الحين الى اللقاء.